الحمد لله يعني هي الفرق معناها كنت أنا جاي المغرب على دورة تكوينية للمدربين بالمغرب، يعني كانت عندي انفيتاسيون باش نعمل دورة تكوينية لمدة 3 أيام، ولقيت روحي في تيران محمد الخامس على خاطرك الطيارة البارح أنيولي واليوم كيف كيف طيارة أنيولي، دونك مش عارف وقتاش باش نروح. الحمد لله جات الفرصة باش حضرت الفستيفال وحضرت حفل تتويج، مبروك مرة أخرى للوداد العصبة، مبروك شامبيونات، بارك الله البطولة 22، محلية الجمهور، محلية التيران، محلاكم أنتوما، بالحق فرحان برشا اللي أنا رجعت بعد 3 سنين، توحشتكم توحشتكم برشا برشا برشا، لا ولا توحشت الأجواء بالحق، معناها من النهار اللي من اللي حطيت ساقي في المغرب نحس في روحي فرحان برشا مع خواتي، استقبال كبير برشا، محلية الجمهور، الحمد لله يعني بصراحة الواحد خلى طابع باهي، ولليوم يعني ناس فرحانه بيا وهذا شيء يشرفني انا كتونسي وكمغرب، يعني بصراحه بلاد مزيانه برشا، ونتمنى معناها انه تقعد ديما البلاد هكا، خاطر اي واحد يجي لهنا يقعد ديما فرحان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي ما لا ان شاء الله، في لازم تجي وقت في الوقت اللازم ان شاء الله، ربي سهل ان شاء الله. انا جيت راهو جيت عندي دوره تكوينيه للمدربين، جيت نحاضر كمحاضر دولي، ولكن جات بالزهر يعني مع الوقت نتاع التتويج تاع الوداد، وقلت ما احسنش من الفرصه هذه باش نرجع لمحمد الخامس ونتشارك معهم الفرحه هذه، وبالطبيعه نعمل طلع على الجمهور وعليكم انتوما.